هذا النشاط في الحقيقة نشاط عنده جوج أهداف كيدور حول الإدمان. الهدف الأول هو يمكننا يتمكنوا التلاميذ والتلميذات ديالنا من المهارات الحياتية في التنظيم، في التأطير، في المسرح، في الأغاني الملتزمة. والثاني حاجة والهدف الثاني هو طبعا تحسيسي حول ظاهرة الإدمان، حول هذه الآفة هذه اللي كتخترق المجتمع ديالنا، ودائما وكيكون الضحية ديالهما البنات والأبناء ديالنا في التعليم سواء في الإعدادي أو التأهيلي. ولهذا درنا هذا النشاط هذا اللي يمكن كنعالجوا هذه الظاهرة من خلال مجموعة من المسرحيات ومجموعه من الاغاني وبلغات متنوعه. واللي جميل هذا العمل كله كيديروه التلاميذ والتلميذات من تأطير الاساتذه اللي وهذا اليوم بالضبط راه من البارحه والتلاميذ بصدد ينضموا لنا هذا النشاط في جميع المستويات. هو من انجاز واخراج التلاميذ والتلميذات، لان هنا وهذا هو اللي مبتغى منا دائما. التلميذ ماشي غير يتعلم يقرا وكذا، وانما يتمكن من المهارات الحياتيه. وبالمناسبه كنبغي نشكر كل وسائل الاعلام اللي جات كتنقل هذا النشاط هذا، مؤسسه النور اللي كنشكرها من هذا المنبر شكر كبير وخاص على المجهودات الجباره ديالها اللي كتقوم بها طيله السنه الدراسيه. وكنشكر الاستاذه اسماء والمدير التربوي لهذه المؤسسه على الطابع الاسري والعائلي اللي كيعطيو لهذه المؤسسه والمواكبه ديالهم للتلاميذ. وانا من هذا المنبر كأم كنشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادرات وعلى هذا الاهتمام ديالهم اللي كيبينوه للتلاميذ، وكاع المبادرات التحسيسيه اللي كيقوموا بها، وخصوصا فيما يخص هذا الموضوع هذا اللي هو موضوع حيوي، موضوع خطير، في حيث ان الادمان هو ظاهره اللي ولات كتنخر في المجتمع ديالنا. وكنتمنى من الله ان هذه المبادرات اللي كيقوموا بها تعطي الاكل ديالها، ويتم فعلا تحسيس التلاميذ والتلميذات لهذا الموضوع الخطير جدا. احنا اليوم تنحضروا لمدرسه النور 2 على قبل واحد موضوع ديال الادمان، والتلاميذ ديال مدرسه كتركوما ديال النور 2 دايرين واحد الموضوع تي على محاربه الادمان. وهاد التلاميذ اللي كاينين تيمثلوا مدرسه النور اليوم يكونوا في المستوى، قدموا لنا شي مواضيع جد حساسه باش الشباب يشوف الحقيقه ديال الادمان اللي كاين الشباب اللي تيعيشوا اليوم. هو محاربه واحد الافه اللي واحد الافه اللي كتشكل خطوره على وليداتنا، هي افه الادمان. وهذا الحفل كنهديوه كاع الوليدات اللي كيحاربوا باش يزولوا ويحيدوا هذا الادمان من حياتهم، لان كان خاصنا لابد نكثروا من الحفلات الفنيه والثقافيه التوعويه باش وليداتنا ما يلتجؤوش للمخدرات. صحيح، لان هذه الافه هذه كتشكل خطوره على وليداتنا، كتهدد لهم المستقبل ديالهم، كتقدر تقتلهم وهما حيين.